عبد الحميد الأنفوشي ده هو راجل أعمال بجد، عمره ما تعثر. البورصة تطلع تنزل تفلس، هو ما يتأثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام، يعني في الثانية 75 جنيه. في الثانية 75 جنيه؟ يعني في الشوية اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصة سهية. اهلا وسهلا. اهو في العصة دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي، عطيات الانفوشي، اخت عبد الحميد دي الصغيرة. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص الواحده زي دي؟ ها. تعال يا فندم، تعال افرجك على القصر. تعال احنا نقعد هنا، اتفضلي اتفضلي يا هما، وبعد ما تتفرجوا على القصر. على فكره انا بحب الانفوش جدا، لما بروح اسكندريه ما بقعدش غير في الانفوش. انا لما بروح الانفوشي بانفش. دي اوضه اوضه، ايش حالة ما كنتش هتجوز في اوضه؟ دي اوضه في بيتنا، هي اوضه في بيتكو؟ وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب ومله السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مله السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المله من 3 اشهر، وكل شويه ادفع رقفه تدفع رقفه. هو في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيده وحيده زي هانم يا رجاله عميد. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي حس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجة، لا إله إلا الله، أنا اتشددت ليكي من أول ما دخلت باب الفيلا. عارفة وأنت بتاخدي حقنة الأنسولين حسيت إن السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وأنت بتاخدي دواء الضغط، ضغط أنا اللي علي إحساسا بيكي، ولا دواء الحموضة وأنت بتاخدي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفوق. محسن بيه، ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجة؟ مهجة؟ مهجة مين؟ مهجة مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى، ايه رايك في القصر؟ عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبة القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، أتاري حبك هلاك هلاك. عطيات، انت بتعمل ايه يا راجل؟ انت بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك، النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه. وبعدين انا مش هبيع بقى، عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي، مش كده؟ قطعيته؟ قطعيته؟ وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة، صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوه اقتصاديه في البلد كلها، ولا ايه يا نبيبي؟ ها؟
HMAA Group. عملتم دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الأنفوشي وعطيات الأنفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي، وطلبتم قرض من بنك الفنار، وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي الكارد لانكل يا داد. انت عيني كميل امه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنير في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباوند، انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعملي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ اخرتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهيت لما انت مش قادر انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقولك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشت بسببك 9 سنين، 9 سنين مرمية جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكرة نخلص، بعده نخلص، وما بنخلص. كفاية بقى، كفاية قوي لحد كده. انت زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا، نشفتوها يا باشا، مصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت مضيل عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها. تهرب من الكمين؟ لا هربان من قضايا يالا؟
فين بطاقتك؟ يا باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله بالسليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورقه يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورقه يا باشا. طب ندور على البوكس، خد التوك توك ده في العربيه. ما تديش لي ايدك على الطاقه، لا ايدك عليها صيح عليها. أنا رأيي إن احنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. واخد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعا، بس يا إخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل. الأكل يبرد ولا إيه يا موة؟ موة الكابوريا المخلية دي بقى مزاجها عندها عطط، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا هشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك اه بيدي بيدي. هم 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 يا جامع. فتفتيها له ببقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك، شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. احترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاعي نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا وريه شرشوحه. انت احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت، انا اللي غلطان يا فارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا، عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. فين يا عبد الحميد؟ استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سياده اللواء؟ انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا، يلا. ابو سيده ابو سيرك لك تسعد، لو رفضت ما طلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا.
دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مقدما. موجة النشار بني ادم هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك حاكم. انت عارف استدي اصلها اقدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. مسا الحلاوه. مسا حلاوه. مسا حلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق. هو حضرتك بتشتغل سواق؟ اه سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مسا الجاف. مسا الجواف يا اخويا مسا. محسوبك جدل. صاحب الفرن اللي في اخر الحاره زي ما تقول ده انا اللي مربي رافض ونعم التربيع. الحل واقف يا باشا، هم مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ قوة قوة يا باشا، عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت حسيتها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اهدى يا راجل. مساء الفل. ايه يا خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. اه قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا،
أكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال أمهم بقرفهم أكلهم وشربهم ومدارسهم حيين في رهاب تلاش. يوم يجي الجدع الاسم محسن هنداوي شردني أنا أنا عيالي علي الطلاق بالتلاتة نجيب ومطرح مكان. أول ما أشوفه بالإساسة دي أخترب ودماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت نجيبه. طب استأذن أنا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ أنا آسف يا باشا. آسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفة. نتعرف بسعادتك. أنا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ أحسن ناس. أنت ابن مين في الزعبلة؟ أنت تعرف الزعبلة كلهم واحد واحد. أمال دول حبايبي. أنا ابن يعني عارف تعرف عنتر الزعبلاوي؟ أمال ده مربيني. أهو ده عمتي. إيه؟ عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي. ما عمتي من الزعبلة برضه. عنتر وزعابلة. يلا بينا. نومك سواب تعرفش مكان محسن هنداوي؟ أول ما هشوفه هعرف هو فين حاجة أقولك على طول. يا رافض بالنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الأعمال الكبير اللي شرف له وحضر فرح النهاردة. أنا بقول نمشي إحنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليلة حلوة زي دي. ها؟ صباح الخير. أنا بقول برضو ما صحش نمشي ونسيب العرسان في ليلة حلوة زي دي. تفضل. أقسم بالله أنا شرعك يا محسن يا عداوي. لا مؤاخذة يعني يا باشا ما عرفتكش بالعيلة. ده الحاج شبانة أبويا. أهلا الحاج. والحاجة طبعا. أهلا الحاج. ودي أختي. أهلا وسهلا. وده جوز أختي. ده جوز اختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بالف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زياره سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. طلع يا حاج. يلا ولاد يلا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. طب يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هشوف مصلحتك. يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ عارف لو يلا احنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك. خش نام يا حاج. الفكرة يا محسن بيه، أصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش خد يا عم شبانة. تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد.
الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بينده عليكي. حاضر. عايز صايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا، روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو ياللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجه، خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاه شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجاه تعثرت. تعثرت ليه تراخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مره امسك ايديها. هو انت طول التسع سنين خطوبه ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع، انت سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني تسع سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما بعملش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه. الاغراء مش عري، الاغراء بصه.
اهم حاجه العري. بساط ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرامه يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك. اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه داري كده؟ هو انا داري كده. طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها؟ بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموالده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني. هي ليله سودة. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في اجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمتك. حاضر. يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها؟ ايد بطاله وايد شغاله. يعني مش خد بالك؟ تهاني بصي بصي يا حبيبتي. انت كلي كلي انت كشي اللي هو انتوا الاثنين. يعني هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده. انت خد بالك انت كده انت كده ري 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 تيجي تيجي. تعمل ايه؟ سخنه سخنه قوي. ها؟ كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ ها؟ قصه يعني. ها؟ ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي. انا في بقى تاتا. وبتحضر فرح رأفت على تهاني؟ وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده خمس دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا. حاضر. خلاص الدوله هتخلص كل حاجه تحت واحنا ايه الروبة. ها؟ وقت يا جناوي، عينك على ايدي. تعالى انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ ضرب انا هزاوي. مش هسيبك يا هزاوي. مش هسيبك يا هزاوي. اقسم بالله ما هسيبك يا هزاوي. بتتعامل بالحكومه. خليها تنفعك. اوعى. مش هسيبك يا هزاوي. خلاص يا ولي. خلاص يا وليا، كفاية كده قوي. احنا كنا فين ده كده وضع قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي. ماشي يا محسن يا هداوي. ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل.